الآية تقول وأخرجنا منها حبا. الحب يشمل أهم ما يتغذى عليه الإنسان. شنو هو؟ الحنطة والشعير والأرز. الآية المباركة جعلت الحب آية لله عز وجل، آية. كون الحب آية لله يعني يجب أن يكرم ويحترم ويعظم، لأنه آية لله عز وجل. ولهذا النعمة يجب أن تكرم وتعظم. الخبز هذا اللي هو أدنى ما يأكله الإنسان، أبسط ما يأكله الإنسان، هذا عند الله له من المنزلة العظيمة، بحيث يحرم إهانته ويكره التعامل معه بما يوحي بالإهانة. الشرع خلى آداب للتعامل مع الخبز، أن تخلي الخبز تحت القصعة أو تحت الصحن الحار هذا مردوع عنه شرعا، لأن خلاف الاحترام. أن تقطع الخبز بالسكين هذا مكروه شرعا، لأن خلاف الاحترام. والإنسان يرتقي درجات إذا لاحظ كسرة من الخبز عليها وسخ مطروحة أرضا، يشيلها يمسحها أو يغسلها ويأكلها، هذا تعظيم للنعمة. لذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وآله في الدعاء، أقرأ لكم هذا الدعاء، يقول صلوات الله عليه: اللهم بارك لنا في الخبز. هذا الخبز اللي الناس بعضهم يعرفون قيمته، هو آية من آيات الله ويستحق التكريم والتعظيم. اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه، ولولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا الفرائض. يعني السبب الذي يعين الإنسان على العبودية هو الخبز. هذا الدعاء به ثلاث معاني. المعنى الأول: لولا الخبز لما صمنا ولا صلينا، يعني الخبز هو الذي يعطيك الطاقة على العمل، طاقة. فعلا الإنسان قد ما يأكل، إذا ما يأكل خبز جسمه ما يلزم، تأثير تكويني هذا. اثنين: الخبز لولاه ما صلينا ولا صمنا، يعني ما أمرنا الله عز وجل بالعبادة. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. بعد أن أطعمهم من الجوع كللهم عبادهم، أكو عليكم حقكم الطعام وحق العبادة، حق مقابل حق. هذا هم معنى من المعاني: لولا الخبز ما صلينا ولا صمنا. المعنى الآخر: إذا الناس ما كانوا يأكلون خبز والباري عز وجل ما يوفر لهم طعامهم، كانوا ركضوا وراء الشغل حتى يدبرون الشبع لنفسهم ولعيالهم، بعد وين يبقى لهم فراغ للعبادة؟ لكن الباري عز وجل كفل لهم أرزاقهم حتى يصير عندهم فراغ أيضا للعبادة. فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا. فهذه الآية المباركة تدلنا على هذه الحقيقة، وهي أن الحب الذي يكون الخبز ويكون الطعام الأصلي للإنسان، القوت الأصلي للإنسان، هو آية من آيات الله.